اللي يشتهي محاشي تالي الليل شنو يسوي؟ أنا أقول لكم يسوي محاشي بدون محاشي. شلون يعني؟ يعني يسوي حشوة المحاشي بدون كوسة وبدون بديان، بدون ملفوف وبدون ورق عنب، يسوي الحشوة ويأكلها. تذكرون العام يوم أسوي معاكم روزيتو الورق عنب؟ موجودة طريقة باليوتيوب، كتبوا روزيتو الورق عنب بنت الهاشمي تطلع لكم الطريقة. بسوي اليوم نفس الفكرة تقريبا، بس بسوي حشوة المحاشي وبطبخها بالليمون والهلبينو. أنا دائما أقول لكم لما نزيد عندي حشوة محاشي ما أقطها، أطبخها بماي وأقدمها ويأكلونها، وحدها لذيذة لأن فيها بهارات المحاشي، تبيلة المحاشي، وطعمها جدا لذيذ، فما تنقط حشوة المحاشي الزايدة، ما تنقط، تنطبخ وتنوكل. لكن اليوم أنا ما عندي حشوة محاشي جاهزة، فبسويها من البداية. أوكي؟ يلا تابعوا الطريقة، بتحبون الوصفة حدها لذيذة. بس تكفون دوروا لي اسم حق الوصفة، ما عندي اسم. يعني روزيت الورق عنب خلاص سويناه، الحين نبي شيء اسم ثاني. أقول حق أمي ما شو أسميها؟ تقولي محاشي الرفلة، محاشي العيزانة. لا ما هذه مسبة مو اسم، نبي اسم حلو. اليوم طلعت الجدر المربع مع انه مسحك، شوفوا بس وايد احبه، ما ادري ليش الاكل فيه احس لذيذ مع انه قديم قديم الجدر. المهم اول شيء بحط بالجدر زيت زيتون، لان احنا بنسوي حشوة المحاشي بزيت الزيتون والليمون والهلبينو، فنبي كمية زيت كذي راهية. وبحط بصل، الحين بعد ما ذبلت البصلة بضيف الفلفل الحار. تقدرون تضيفون الهلبينو عادي، الهلبينو اللي نشتري دايما، عرفتوا المخلل يعني، بس انا اليوم ما عندي الا هذا النوع مال البرجر. بضيفه بعد، بس حطيت فلفل حار عادي علوب، وبضيف بعد فلفل بارد. شنو تضيفون دائما بحشوة المحاشي اللي انت متعودة تسوينها حق عيالك؟ ضيفي. اذا بتسوينها حق عيالك او ما تحبين الحار، لا تضيفين فلفل حار كذي هالكثر يعني، حطي اقل. اوكي، نحمس الفلفل وبعدين نضيف معجون الطماط. ما راح اكثر معجون طماط، ابي شوية بس انه يعطيني لون كذي حلو، لان احنا نبي يكون طعم الهلبينو والليمون وهو الطاغي، عرفتوا؟ هذا معجون الطماط بس كذي كافي. ونحمس، اهم شيء جدري المسحك ما يخالف، والله احبه. تحبين تحطينه بحشوة المحاشي، حطيه بهذه الطبخة، لأن احنا نبي طعم الطبخة محاشي، عرفتوا؟ الحين نضيف الطماط وكله كذي مفروم ناعم ونحمس. يلا بدأت تطلع الروائح الطيبة. اوكي، بعدين بضيف الثوم. طبعا انا خلاص طحنته، ما ادري دقيته، ما ادري ايش سويت فيه، شوفوا. اوكي، بضيفه وضفنا الثوم ونحمس. واضيف الحين البهارات، شوفوا انا هني شنو مستخدمه، بهار مشكل وبهار عثماني. انا احب احط البهار العثماني على المحاشي، بهار تركي مو موجود عندك وما له داعي، عادي حطي بهاراتك المشكله اللي انتي تحبينها، بس انا وايد احب البهار العثماني مال السلطه او مال الورق عنب، احبه يعني، احب اضيفه حق حشوه المحاشي. اوكي، ونحمس. ريحه الحشوه خطيره. بضيف الحين مكعب مرقه خضار. اوكي، لان انا ما ابي احط لحم ولا بحط يعني بدون لحم، الحشوه بدون لحم، فانا ابي كذي نعزز النكهات. الحين سلمكم الله بضيف العيش المصري. اوكي، عيش صن وايت
غسلته ونظفته وبضيفه هني. ونقلب. اوكي. تسمعون صوت الحشوة تشك تشك. خلاص كذي العيش خذ طعم كل النكهات والأشياء اللي ضفناها. شو نسوي؟ نضيف بقدونس. قلت لكم شنو الخضرة اللي انتوا تحبون تضيفونها حق المحاشي تقدرون تضيفونها هني. انا ضفت هني بقدونس ونعناع، نعناع فرش. تبون شبنت ضيفوا، كزبرة ضيفوا. اوكي، وبعد نقلب. طبعا النعناع الفرش بروحه ما يفي بالغرض، لازم نعناع مجفف لانه يعطينا طعم قوي كذي، اقوى من النعناع الفرش. يا سلام يا سلام على الريحة، يا سلام. هذه تقدرون تستخدمونها تحشون فيها محاشي، عرفتوا؟ او تكملون طب نفس ما انا بسوي. بضيف شوية من عصير الليمون، ما راح اكثر لان انا بضيف الليمون اخر شيء. بضيف دبس الرمان، نضيف دبس الرمان. اوكي، طبعا الليمون دبس الرمان هذا حسب الرغبة، ايش كثر انتو تحبون طعم دبس الرمان اضيفه. اوكي، واي ريحة محاشي، ريحة محاشي بالضبط كذي. اخر شيء بضيفه الهلبينو، نقدر نستغني عنه بس بنات الهلبينو فيه طعم خل حلو، فيعطينا طعم وايد لذيذ حق الحشوة هذه. وايد لذيذ حق الحشوة هذه. يلا الحين نضيف الماي كذي، تقريبا خلصنا. وي لحظة لحظة، طبعا الماي زايد. اوكي، لان احنا نبي الحشوة يكون فيها صوص، ما نبيها ناشفة، وهو مو عيش مفلفل، مو عيش نثري، احنا نبي الحشوة يكون فيها مروق، عرفتوا؟ نفس الروزيتو، كنا قاعد تسوي روزيتو، شلون الروزيتو كذي في صوص، نفس الشيء بالنسبة حق حشوة المحاشي. طبعا كذي مو كافي، بزيده بعد. تبونه مفلفل، تبونه ناشف، كيفكم، بس هو حلاته يكون في صوص. بزيد الماي شوية، شوفوا حتى التبقبق تبقبق محاشي صح؟ شوفوا أنا دائما أقول لكم العيش ننطره ينشف مايه بعدين نغطي الجدر، إلا بهذه الطبخة نغطي الجدر وهو كذي غرقان ماي، لأن إحنا ما نبي الماي ينشف، ما نبي العيش نثري، إحنا نبي كذي في مروق. أوكي، في صوص. فبس الحين بغطي الجدر، مستوى الماي يعني شوفوا وايد مرتفع عن العيش، وعادي إذا حسيتي إن العيش نشف بعدين زيدي ماي. الحين بقصر على الشولة وبتركه على نار هادية، بغطي الجدر وبتركه على نار هادية تقريبا نص ساعة. تشوفون الجمال؟ طبعا الريحة تقولون طابخة محاشي، اختي نازلة من فوق قايمة من النوم على الريحة، تقول الريحة واصلة فوق. شوفوا صار كنا مضروبة. طبعا كل شوي تقلبونه عشان ما يلزق العيش بالقاعة، وتأكدوا انه كذي في صوص مو ناشف. وتقريبا استوى، يبي له كذي 10 دقائق ان شاء الله ويكون جاهز. قاعدة اقرا اقتراحات البنات ان شنو اسمي وصفة اليوم، والله حبيت الاسامي. واحدة كاتبت لي سميها المحاشي الكذابة، واحدة كاتبت لي احنا نسميها كبسة المحشي، حلوة كبسة المحشي حبيت. المهم شوفوا خلاص العيش عندي استوى، وللحين الجدر فيه صوص مو ناشف. اخر اضافة نضيف عصير ليمون قبل نطفي الشولة، هذه اخر اضافة. ونقلب.
تقدرون تضيفون بعد زيت زيتون إذا تحبون زيت زيتون بعد زيادة. أنا اكتفيت باللي ضفته أول شيء. اللعبة الحين وين؟ بالتقديم. شوفوا شلون بقدمه. وكبسة المحاشي على قولتكم، أو الريزوتو، أو محاشي بدون محاشي، كيفكم؟ جاهزة، يلا ننشب ونصور لكم. أو يلا ننشب. طبعا بنات تخيلوا انتوا الطعم، هالبينو على ليمون على دبس الرمان، تخيلين ايش كثر لذيذ. اي بالضبط كنا مطلع الحشوة من البديانة وماكل الحشوة، بس هذه مع صوص شوية زيادة يعني مع مروق. اوكي احركم بعد اكثر. تدرون ان اختي طالبة برجر كينج، تخيلوا ان انا قاعدة اسوي اكل وهي طالبة برجر كينج، تقول ما بشي حار. ما يحمدون ربهم على النعمة. الحين ندلع الطبق. اول شي طبعا بدلع بدبس الرمان. اوكي كذي نسوي فيه خطوط بدبس الرمان. طبعا انا يعني كل ما هدكم لازم اتذوق، عرفتوا؟ شبعت من كثر ما تذوقت. اوكي وزيت زيتون كذي شوية على الوي. تدرون هذا اذا برد بعد يصير احلى احلى واحلى بنات. وزيت زيتون كذي شوية على الوي. تدرون هذا اذا برد بعد يصير احلى احلى واحلى بنات. اوكي وشنو بعد؟ شوفوا خبز مقلي. تخيلي تشيلين شيء كذي ذايب غرقان بالصوص وفوقه شيء كرانشي كذي ولا كريسبي، وتقدرين تخلينه يبرد بعدين تحطين الخبز والاشياء الثانيه. ما عندي رمان، كنت بحط رمان بس للاسف اقول لكم للاسف ما عندي رمان، ف بنزين بدون رمان، بزين بشرايح الليمون. انتو متخيلين لذة الطعم بنات ولا مو متخيلين؟ متخيلين شلون شي سبايسي وفلفل وليمون ودبس الرمان؟ زين الحين يلا قولوا لي شو نسميه؟ الحين ما رسيت انا على اسم. اوكي كذي خلصنا الليمون. وشوية كذي بصل أخضر. خلصت صار كبسة. أوكي وفلفل ملون، فلفل حار لأن الطبق حار، وهذا فلفل أخضر. شوفوا ما شاء الله تبارك الرحمن جمال الطبق. شوفوا لوحة فنية، تشوفون جماله؟ واضح إيش كثر الطبق لذيذ ولا مو واضح؟ حده لذيذ. جربوا وعلينا وعلى عيونكم بألف عافية. وخلي اللي يطلبوا من برجر كينج يفيدهم برجر كينج. شوفوا طبعا انا معودتكم لازم قبل لا اختم اتذوق. بسم الله اتذوقت 100 مرة بس يعني لازم اتذوق قدامكم. طيب بنات فظيع فظيع فظيع، لازم تجربونه.